اهلا وسهلا بيكم حبايبي. النهارده بقى هنعمل مع بعض الملوخيه المتفرزه. ملوخيه تقعد في التلاجة عندنا صلاحيتها 6 شهور ما شاء الله عليها، بتبقى جميله جدا ولونها بيبقى اخضر. ده زي حوالي 1.5 كيلو من الملوخيه، قطفناه نقعناه نص ساعه في ميه، غسلناه كويس جدا 3 4 5 مرات لحد ما نتاكد انه لونه بقى زي ما بنحط الميه، زي ما بتتشال من عليها، صافيه جدا مش معكره. اتفقنا؟ زي ما قلنا ده 1.5 كيلو من الملوخية على حسب ما انت عاوزة. ايه الحاجات اللي بنستخدمها لتبريز الملوخية بتاعتنا دي؟ دي ملوخية بلدي، يا ريت نجيب البلدي عشان تبقى اطعم بكتير من التانية الكبيرة دي ام عروق ضخمة. معانا 2 3 فصين كده من التوم، وكمان حتة صغنونة كده من القرن فلفل، ده قرن فلفل عادي ممكن يبقى حامي زي ما تحبي، ومعلقة كبيرة من السكر، ودي الاكياس اللي هفرز فيها. وكمان معانا شوربه سخنه، بصوا البخار اللي طالع منها لازم تكون سخنه. اول حاجه هنعملها هنسخن الشوربه دي كويس قوي، بارده ما تنفعش، لازم تكون سخنه. هناخد بقى الملوخيه بتاعتنا نحطها كده جوه الكبه شويه شويه كده عشان نعرف نفرم كويس. ممكن كمان تعمليها عادي في المخرطه، بس دي كميه هتاخد منك وقت اطول، فالكبه برضو عمليه مفيش مشكله منها. فصين كده من التوم، تمام، وحتى من قرن الشطه كده، وهنضرب كويس. نضرب بقى، بصوا بقى يا حبايبي ضربت كل الكميه ما شاء الله، الكبه بتاعتي كبيره اخدت 1.5 كيلو. بصوا احنا مش بنفرمها جامد قوي علشان برضو بتقعد في التلاجه، مش عايزينها سايحه خالص، تمام. كمان الشوربه اهي سخنه، يلا بقى نبتدي مع بعض. بصوا كده معانا اهي الملوخيه كلها، وادي السكر وادي الاكياس. هنعمل ايه بقى؟ ادي الكيس بتاعنا، ممكن تستخدمي اي كيس على فكره او علبه ثلاجه محكمه الغلق زي ما تحب. هنحط الكيس ده 3 كبشات من الملوخيه اللي احنا عاملينها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده ادي 1 ادي 2 ادي 3، لو عايزه تزودي ضعفي زي ما تحبي. ادي كده 3، ادي كده حطينا 3 كبشات. هناخد بص شويه من السكر قد ايه في ايدي، زي رشه صغيره من السكر هنحطها كده جوه الملوخيه. وهناخد بقى نص كده كبشه من الشوربه السخنه، لازم تكون سخنه. ادي شوربه لحمه، عندك شوربه فراخ، شوربه بط، زي ما تحبي. وهنبتدي بصوا كده نعمل كده عشان نخلي كل الملوخيه تدخل جوه الشوربه والسكر دول، وتفضل محافظه على لونها، لا تسود ولا تبوظ منك ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بصوا كده اهو، خلاص كده الملوخيه اخدت صدمه من الشوربه وحافظ السكر على لونها وكوانها، تمام كده. هنربطها وهنحط في الكيس المقدار اللي احنا عايزينه. انا بحط 3 كبشات بس علشان انا بحب مثلا ايه طبق كده حلو جنب الغدا، تمام. ادي كده 3 اللي اتفقنا عليهم، عايزه تزودي زي ما قلنا زي ما تحبي. هناخد بقى شويه السكر اللي قلنا عليهم شويه صغيرين، دول اللي بيخلونا الملوخيه تفضل محافظه على القوام بتاعها. انا ما بحبش الكربونات خالص مع الملوخيه، بيغير طعمها وما بتبقاش حلوه. هناخد بقى الشوربه زي ما قلنا نص الكبشه كده، وهنفتح كده الكيس هنعملها بنفس الطريقه. بصوا كده بصوا كده هنعملها بنفس الطريقه اهي، الملوخيه كلها دخلت جوه الشوربه، حاجه سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت خالص. بصوا لونها ما شاء الله كانها اصلا ما اتعملش فيها اي حاجه. هنعملها كده برضو، نقفلها وهنحطها في الفريزر، بتقعد معاكي صلاحيه 6 شهور في الفريزر. هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. بصوا بقى لون الملوخيه ما شاء الله عليها، جميله جدا، موفره قوي في البيت، في اي وقت هتطلعيها هتستخدميها. لما نيجي نعملها هنفكها نص فكه تكون الشوربه بتغلي، نراعي ان احنا حطينا هنا شوربه فهنقلل مقدار الشوربه اللي احنا بنحطه الطبيعي مع الملوخيه، وشويه السكر اللي احنا حطيناهم دول ما بيغيروش خالص في الطعم، بالعكس بيدوله طعم، بيخلي طعم الملوخيه جميله جدا وحلوه قوي. يا رب تعجبكم الوصفه، ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه.